أعلنت شركة أنتونوف الأوكرانية لصناعة الطائرات أن طائرة الشحن التي تحطمت اليوم بعد إقلاعها من مطار جوبا في دولة جنوب السودان لم تكن صالحة للطيران. وقالت الشركة أن الطائرة لم تكن مهيئة للدخول في الخدمة لأنها لم تخضع لإجراءات التحديث والصيانة بما فيها تلك الرامية لضمان السلامة. ولقي 41 شخصا على الأقل مصرعهم في تحطم الطائرة في جنوب السودان.